من اللعب عن طريق يوسف أنور. وقبل 3 دقائق من نهاية الجولة الأولى، عبد الصمد المباركي يعيد التوازن للمواجهة من ضربة جزاء، لكن الدقيقة 51 ستشهد تقدم الواف مرة أخرى، وهدف الفوز حمل بصمة عبد السلام بن جلون، ليكرس بذلك شباب الريف الحسيمي تراجعه بعد أن بدأ قويا مطلع الموسم.